لتفسير تلك التهاني التي انطلقت من شركاء العملية السياسية بالذكرى الأولى لانطلاق ثورة تشرين التي خرجت بالأساس لإسقاطهم، ينضم إلينا السيد علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين عبر الهاتف من بغداد. أستاذ علي مرحبا بك. أهلا ومرحبا. مرت بالأمس الذكرى الأولى لثورة تشرين، بما تفسر هذا الحشد الجماهيري الكبير الذي شهدته الساحات احتفالا بالثورة؟ نعم طبعا، هاي الحشود اللي شاهدتوها يوم أمس، هذه الحشود طبعا هي عبارة عن حشود أحياء الذكرى السنوية فقط. يعني احنا يوم أمس كان عندنا مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لثورة تشرين المباركة اللي احنا أطلقنا على هذا اليوم، يوم واحد من الأول من تشرين الأول، العيد الوطني للعراق، ويوم أمس كان يوم عيد ميلاد ثورة تشرين العظيمة. فهذا كان مجرد إحياء الذكرى الأولى، ونقدر نعتبره بشكل أو بآخر كان عبارة عن بروفة للاستعداد ليوم الخلاص العظيم. هذا اليوم طبعا هذا اليوم راح تنقلب فيه اللي يصير عندنا الانقلاب الطوري بالعمل السياسي في العراق والعمل المؤسساتي وبعمل كل شيء. انقلاب الطوري لا يعني انقلاب على انقلاب عسكري، لا، وإنما انقلاب طوري يعني ثورة شعبية جماهيرية عارمة تذيع بيان النصر والتحرير من وسط المنطقة الخضراء. هذا اليوم احنا نستعد إليه، وكل يوم راح يكون عندنا حشود، وكل يوم راح تكون عندنا مظاهرات تمهيدا لهذا اليوم. طيب استاذ علي، هذا اليوم احنا ما راح نقدر، نعم، ما راح نقدر نعلن عنه بالوقت الحالي، لكنه الاقرب ان يكون نهاية شهر تشرين او بداية تشرين الثاني، يعني ما بين هذه الفترة. يعني استاذ علي، دائما يعني طالما ما هتف الثوار خلال تظاهراتهم ضد الاحزاب الفاسدة وميليشياتها، وفي ذكرى الثورة خرج شركاء العملية السياسية، يعني الأمر الغريب أنهم يهنئون بذكراها الأولى، يعني بما تفسر هذا السلوك ممن خرج الملايين لإسقاطهم وإسقاط نظام المحاصصة الطائفية؟ والله يا أخي يعني أمر مضحك، والله العظيم يعني مضحك ومبكي، يعني كأنما هم اللي ثاروا ونحن اللي كنا بالسلطة. يعني فعلا لم تستحي تصنع ماشية يا أخي، نظام سياسي، عملية سياسية، عذرا على هذا التوصيف، لكن برغم هذا التوصيف انهم من ساوصفهم بها يعني متوقع ان هي اطهر واشرف وانبل منهم. هذه العمليه السياسيه هي عمليه عاهره، هذه يعني ان لم تستحي تصنع ما شئت، يعني يباركون ويعايدون ويتبادلون المعايدات، وكأنما هم من فجروا الثوره. هل من وجهه نظرهم انهم على من خرجنا؟ يعني ربما من وجهة نظرهم أنهم يطبقون الديمقراطية في العراق، هم ينزلون إلى الساحات ويهنئون الثوار الذين يطالبون بإسقاطهم، في حين أنهم يمنعون الناس، يمنعون المواطنين حتى حقوقهم الإنسانية الأبسط أو الحد الأدنى. سيدي، نظام تمنعي، نظام إرهابي، نظام عصابات، نظام الكاوبوي الإيراني، اللي طبعا هذا النظام الكاوبوي الايراني هذا اسم جديد سميناه احنا ما بين العصابات الامريكيه والعصابات الايرانيه. هذا نتاجهم هم هؤلاء اليوم الحكام اللي يحكمون العراق. يعني بالله عليك انت، يعني انت كعراقي كنا نتذكر اول ايام من اجل صدي العمليه السياسيه محمد الحلبوسي، وكان يستعرض وانزع سترتي وتلبسوني سترتي، ولكن أمر غريب أن يكون هناك تهنئة بدل أن يقوموا بمحاسبة قتلة المتظاهرين. هكذا أرواح الناس بلا ثمن مجانا تذهب السودان؟ سيدي، الناس لا يعنون شيئا لهم، هؤلاء لا يعنيهم، لأنهم يعتبرون العراق عبارة عن بنك كبير أتوا ليؤمنوا مستقبلهم، مستقبل أولادهم، مستقبل أحفادهم. لا يزالون بعمليات القمع مستمرين وبعمليات الخطف والاعتقال. أول أمس يعني عشية عيد ميلاد الثورة اعتقلوا الناشط فراس النعيمي من وسط منطقة الكرادة، من وسط منطقة الكرادة شارع السبع قصور، اعتقلوه من أمام أنظار الجميع. قوة خاصة جت من الأمن الوطني اعتقلته وراحت، هذا كونه متظاهر وناشط، وصار اليوم من اليوم الثاني على التوالي احنا ما يعرفون هو وين، باي معتقل، باي موقف. حكومه اليوم هذا الشيء اللي توجده من مباركات معايدات، هذول يردون انهم يعني شلون يعني يا اخي حتى الانفال اللي تتضرب صعب قاسيه. طيب انها تقال بالاستقبال، طيب، لكن الحكومه لا تستحي. استاذ علي، البعض يقول ان مقتدى الصدر حاول سابقا التسلق على الثوره، طبعا الثوره المطالبه بالحقوق ايضا،
وحاول بث التفرقة في صفوف المتظاهرين بقبعاته البيضاء. البعض يقول أو يتساءل، هل سينجح شركاء العملية السياسية الآخرون فيما فشل فيه مقتدى الصدر؟ خلينا أعطيك معلومة. احنا مجلساتنا من خلالها وصلتنا معلومة أنه مصطفى الكاظمي كان ينوي زيارة ساحة التحرير يوم أمس، نعم، الأول من تشرين، وكان زارعين عدة خيم. هذه الخيم اللي على أساس أنه تأيد، طبعا هي خيم وهمية، كان يرومون زرع هذا الشيء، وكان ينوون أنه يصنعون منه بطل وقائد عراقي وقائد ضرورة، ويتم رفعه وحمله، يعني كأنما أنه منتخب وطني فاز بكأس العالم، يرفعونه ويحملونه. هاي المعلومات وصلتنا، حذرنا تحذير شديد اللهجة، وحذرنا كل من يطبل وكل من زرعوه في الساحات اللي احنا نسميهم المنتسبين. اكيد الجميع راح يحاولون ركوب موجة التظاهر، لكن نحن واعيين، نحن لهم بالمرصاد. يعني انت تذكر مقتدى الصدر لما صعد بسيارته الى ساحة بالنجف، وسمعت انت ابناء النجف، ابناء منطقته، ابناء محلته، قالوا له يا مقتدى شيل ايدك، هذا الشعب ما يريدك. هذا مقتدى اللي يعتبر هو رمز من رموزهم، وصنم من من من, من اصنام الشر والفساد والرذيله بهذا البلد، فما بالك بالباقين يعني. نشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من بغداد الاستاذ علي عزيز، عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين.